كل الناس يتساءلون لما غزة، لما القدس، لما فلسطين. أقول لكم أيها الناس، علموا أولادكم أننا إذا تحدثنا عن أرض فلسطين إننا نتحدث عن أرض الرجال. لما؟ لأنهم وقفوا أمام الباطل يدافعون عن الحق، ووقفوا أمام الباطل يدافعون عن أرضهم. أقول لكم أيها الناس، علموا أولادكم أننا إذا تحدثنا عن أرض فلسطين إننا نتحدث عن أرض العزة، إننا نتحدث عن أرض العروبة. علموهم أننا إذا ذكرنا فلسطين إننا نتحدث عن أرض كانت فيها أحداث البداية، وستكون فيها أحداث النهاية، وكانت فيها أحداث من البداية إلى النهاية. أقول لكم أيها الناس، علموا أولادكم أننا إذا تحدثنا عن أرض فلسطين إننا نتحدث عن الدين ونتحدث عن العقيدة. علموهم أننا إذا تحدثنا عن أرض فلسطين نتحدث عن الأخلاق ونتحدث عن الشريعة. وأقول رسالتي إلى كل الناس، اعلموا جيدا أن سكن الأنبياء هي أرض فلسطين. نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين، نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن ترك قومه وهاجر إلى أرض فلسطين، نبي الله زكريا بنى محرابه على أرض فلسطين، نبي الله داود بنى محرابه وعاش على أرض فلسطين. أما عن ولده نبي الله سليمان، إنه حكم العالم بأكمله من المشرق إلى المغرب وكان على أرض فلسطين. أقول بأن نبي الله عيسى بن مريم كانت ولادته على أرض فلسطين. السيدة مريم وهي في أشد حالة ضعف المرأة لما حاز بزع النخلة إنما كانت على أرض فلسطين. أقول اعلموا جيدا، نبي الله موسى طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين، سموها بالأرض المقدسة لأنها طاهرة مطهرة من الشرك ومن المشركين إلى يوم الدين. أقول لكم المسجد الأقصى الصلاة فيه بـ500 صلاة ويقع على أرض فلسطين. المسجد الأقصى من المساجد التي تشد لها الرحال، قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى يقع على أرض فلسطين. النبي صلى بكل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم وكان على أرض فلسطين. عرج بالنبي، انظر إلى مكانة فلسطين، عرج بالنبي إلى السماوات العلى وكان على أرض فلسطين. اعلمها جيدا، التراث العريق أرض فلسطين، أرض الحضارات أرض فلسطين، مهد الرسالات هي أرض فلسطين. وأقول رسالتي إليه وإلى كل فلسطيني، أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك، المعتز بنسبك وحسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت فقل له وكن شامخا وبكل فخر، ألا وإنني من بلد الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من أم أرضعتني لبن الحرية وأبي علمني حب فلسطين الأبدية، وقلها شامخا وبكل فخر، فلسطين عربية إلى يوم الدين، فلسطين عربية.